che sai con la barcaccia Fabio, راح اوريكم لابس سبون. طبعا ما عندي كارت غير مفتاح واحد وهو في الفلي ماركت. راح اوريكم اماكن التك سبون هي ليدكس جي بي يو ستيميلنتس وغيرها من اللوسو. انا رسبنت طبعا جنب جرين يمكن بالخريطة انا رسبنت منه اصور اذا محطاي. طبعا هذا لايف ستريت فيعني ما اعرف اذا كم لاعب في الماب بواجه لما بواجه. اول مكان للسبون اللي هو على الطاولة على الطاولة هذي. وفي عندك كابينتس وعندك سيف. في منه سبون بعد هالمكان. في منه سبون ما تشوفه سريع لازم تقرب عشان تشوفه عدل. في منه سبون ندخل المكان الثاني داخل هالغرفة. في سبون هالمكان كله بس عليكم انكم تدخلوا وتشيكوا. يمكن سبون لجي بي يو ولدكس فيها. في سبون داخل بس ما انصحكم تروحوا لانه نادر جدا يطلع شيء اللي هي لدكس. طبعا وصلنا منه. في سبون هنا في سبون على هذي. لا تنسوا تلوت البي سي لانها في سبون حق الجي بي يو. حصلت كذا مرة في جي فون وفي منه سبون لوت حق اني تك لوت. طبعا قاعد الوت لانه لايف ريد. راح ننتقل للنكست اريا. راح تدخلونها من تحت لانها سيف اكثر. تاكدوا هالبيبا مسكره لو مفتوحه يعني في بي ام سي. في منا لوت سبون منا في امو بارتس غانز بارتس ومنه بعد. تعال الحين راح ننتقل للجهة الثانية. خلصنا من هالجهة او نسيت اخبركم ان في من انذر بلو اوفيس ما تخلوته فيها سيف. الحين يمكن يرسبنوا الريدرز اوريدي. ماكو عشان نسمع اصوات. طبعا انا عندي في البيت في مينتننس يعني اسمع اصوات احس هي في اللعبة. اول ما ادخل منه راح اعمل كاتس في يوروز اراوند الستيبل راح يكون فيها لوت بعد. لا
ما دخل تسكر الباب. ما في حدا موجود. حدا اوريدي لوت المكان. طبعا في منا سبون حق اللوت منا على الطاولة. من سبون أعتقد شافني أنا. اعتقد البي ام سي لوتنا ما اعرف والله وين زابن بيكون. هذا البي ام سي. اوكي ما اعرف وين شنطته حاطها. نايس. وبكذا خلصنا سبونز اللوت بدون طاقات، بس مفتاح واحد وتقدروا تشتروه. حق الاكستراكشن في من سبون. دوما نفتح الباب في الباك باك لان الريدرز يعني يكونوا هنا، خاصة اذا باك باك مالك ثقيلة راح تكون مشكلة. أكثر عني. كذا خلصنا الريد وشكرا لمشاهدتكم. لايك وسبسكرايب. نشوفكم بالمقطع الجاي.